حياكم الله مشاهدينا، نحييكم من محافظة القنفذة ومن بلاد حرب التابعة لمحافظة القنفذة، وفي عزبة أخونا الشيخ عاطف بن شاكر الشهري وربعه وجماعته وإخوانه وضيوفه اللي جينا من كل مكان في هالمكان الجميل اللي اجتمعنا فيه بسبب قرار صاحب طبعا الفصل الأول اللي هو الشيخ فهد بن حثلين رئيس نادي يلب المشكور على هالجهود الجميلة اللي وصلوا من لا كلبل في أقطار الأرض اللي حلمهم اللي هي مشاركة في جائزة الملك عبد العزيز. فنقول شكرا يا أبو سلمان على هالجهود وعلى هالقرارات الموفقة، ومن لا كلبل في الساحل، طبعا الساحل من الساحل الغربي والشمالي والجنوبي، يرفعون شكرهم وتحياتهم لك على هالقرار الجميل. ومعنا أخونا الشيخ عاطف بن شاكر الشهري، مساك الله بالخير يا أبو عاطف. مساك الله بالخير، احنا نبارك لكم أول شيء. تسلم، الله يسلمكم، حياكم الله جميعا. الله يبقيك. الحقيقة احنا سعداء جدا، وباسمي وباسم اخواني الحضور نقدم الشكر والعرفان لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين على ما قدموا لهذه المملكة وهذه البلاد بوجه عام. نحن نعيش عيشة قل أن توجد في أي بلد في العالم، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، ونعمة الأمن والأمان اللي نعيشه والاستقرار يمكن قل ما تجده في أي بلد من دول العالم. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل خادم الحرمين الشريفين، خادم وملك أطهر بقاع الأرض، مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ثم نقدم شكرنا وتقديرنا وامتناننا لولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على ما يقدم لنا ولبلادنا ولجميع مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين في هذا البلد الغالي. فإحنا الحمد لله نسعد بخدمات جميلة، وكل يوم واحنا نسمع ونطلع ونشوف عدة مشاريع تفتح الحمد لله في أنحاء المملكة، وهذا من نعم الله علينا. غيرنا في حروب وفي مشاكل وفي، واحنا ننعم كل يوم في افتتاح مشروع، في افتتاح طرق، في افتتاح عقبة، في افتتاح مدارس، في افتتاح أعمال خيرية وجمعيات، وهذا وهذه من نعم الله سبحانه علينا، نحمده ونشكره. من ناحية الإبل وخصائص الإبل وما وصلنا إليه احنا اصحاب الإبل، نتقدم جميعا باسمي وباسم الأخوان جميعا بالشكر كما قلت لخادم الحرمين الشريفين ثم ولي عهده الأمين. والشكر موصول للشيخ فهد بن حثلين، استاهل ابو سلمان، على جهوده وعلى ما قدم لهذا النادي ولأصحاب الإبل بوجه عام في أنحاء المملكة وفي جميع المحافظات. نحن في الساحل الغربي من المملكة العربية السعودية كنا نحلم بإشراكنا في جائزة الملك عبد العزيز، وتحققت ولله الحمد. الحمد لله شكرا. وهذه الحقيقة جهود نقدم شكرنا له لإيصال معلومة أصحاب الإبل والإبل الساحلية في المنطقة الغربية من المملكة وموافقة ولاة أمرنا على ذلك يا رب العالمين. وهذا شيء له منا الشكر والتقدير والعرفان. سعدنا جدا، يمكن أقول لك من تبوك إلى جيزان، صحيح، صدور القرار، بصدور هذا القرار، وفرحنا فرحة عظيمة. الله يجعل أيامك والله. وهذا شيء يعني كنا نتمناه وتحقق على يدي الشيخ فهد بن حثلين، فله منا جزيل الشكر والتقدير والعرفان، وله منا الدعاء بأن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويعينه. آمين. على ما هو فيه. الحقيقة نادي الإبل سار على مستوى الخليج، بل على مستوى الدول العربية، واللي أنا أعرفه أنه سار على مستوى عالمي. صحيح. وهذا شيء يشرفنا أنه نادينا والمشرفين عليه وصلوا لهذا المستوى. الحين تجد لكم منظمة دولية. هذا شيء يعني نفخر فيه. نعم. وهذا من إنجازات بلادنا وحكومتنا. صحيح. نسأل الله لهم التوفيق
ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، آمين، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يحفظ جنودنا، آمين، على الحدود، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، آمين يا رب العالمين. والله يحييكم، الله يبقيك ويطول عمرك. جاهز المشاركة يا أبو شاكر؟ أبو عاطف جاهز إن شاء الله. أبو شاكر جاهز؟ جاهز إن شاء الله. طيب كل الناس اللي حولك وجيرانك وهل القنفذة جاهزين؟ والله أغلبهم، يعني أغلبهم أكثرهم فرحوا بهذا القرار واستعدوا. طبعا أنت من كبار ملاك الإبل. والله أنا ما أقول من كبارهم، لكني يعني إن شاء الله عندي خير. وأبو سالم؟ أبو سالم عاد هو عمدتنا، كبيرنا، كنق الساحل، كبيرنا في السن وكبيرنا في الخبرة وفي كل طيب شيء. طيب دام المقرف عندك يا أبو سالم، عطني مواصفات الناقة الساحلية. الساحلية الحقيقة كل واحد له مزاج، لكن الأصل في الساحلية هي المتينة والعريضة، صاحبة العنق الطويل، صاحبة الصدر الواسع، نعم، صاحبة السنام المستقيم، نعم، صاحبة الذنب الله يكرمكم المليء بالشعر والعديد، سمعت، صاحبة الخف الوسيع، صاحبة الخف الوسيع، نعم. مواصفاتها هذه بالنسبة، رأسها متوسط إلى يميل إلى الكبر، يميل الكبر. هذا مواصفات الناقة الساحلية. الأساسية. الأساسية، الأصل اللي ما تم فيها التهجين ولا شيء. أحسنت. هذا الأصل. طيب. أما ما تم من بعض الإخوان وتهجين وهذا فتختلف. في سواحل الآن مهجنة. ما نبيها. هذا هو. لكن الساحلية طيب. الأصل. طيب. تجدوها إن شاء الله عندي وعند الشيخ الوالد أبو سالم وعند أبو علي وعند الأخ سالم الحربي وعند جميع ملاك الإبل. أحسنت. طيب من هم اللي بيحكمون هل الإبل يعني؟ والله من الرموز اللي عندكم اللي عندهم نظر وذمة وخبرة ودراية بالإبل الساحلي، يعرف مواصفات الساحلية الأساسية. اللي أعرفه أنا الحقيقة في مقدمتهم الوالد مهدلي. مهدلي سالم؟ نعم سالم، عنده الخبرة وله باع. هذا بيشارك ما نبيه يحكم. أيه لا نبيه يحكم، لأنه أقدمنا فيها وخبرته من عهد أبوه وأجداده. كيف؟ في الإبل. وفيه ناس كثير يعني ملاك إبل قدامى يعرفوا الإبل. أبو علي برضه عنده الخبرة، سالم عنده الخبرة، عم أحمد المهدلي عنده الخبرة، وناس كثير يعني الحقيقة. ترى فلو تم توجيهها وتكليفنا بالاختيار بنعرف من نختار، الله يحفظك. يعني موجودين ناس. إن شاء الله موجودين، وفي الساحل موجودين، وكثر من جيزان إلى جدة ومكة. أحسنت يا أبو شاكر. نعم. خلنا نعطي الربع. تفضل. عطنا الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلمان أحمد عبد الله الشهري. ونعم يا سلمان. عليك الزود. مالك إبل طبعا. مالي إبل. شاركي مع الشيخ الله يطول في عمره ويسمع. استاهل. للي مجلسه يشرف البعيد والقريب. استاهل. طيب الله يوفقهم ويسمع. طيب بمناسبة صدور قرار الشيخ فهد بن حذرين الملاك الساحل الملاك الإبل السوحلي شو تقول؟ والله يقول شيء هذا يبشر بالخير. نعم. وشيء يرفع الراس. والساحل هذا ما عرفناه إلا مع الشيخ عاطب بن شاكر الله يطول في عمره ويسمع. محافظة القنفذة خميس حرب إلين تروح إلى مكة، وهذا من شيء اللي يشرف المنطقة ويرفع الرأس ونتشرف به، ولله الحمد. وعسى الله يبقينا في حكومتنا، وعسى الله يوفق من يسعى مثلكم وأمثالكم وسلامتكم. أحسنت. أعطي أبو سالم. أبو سالم مهدلي سالم الناشط. نشكر الملك. أي والله يطول لنا عمره وولي العهد بن حثلين إلا حسبنا مرة جديد وذكرنا في المناطق وجاكم دور. جانا دور كامل وجانا شوط كامل. كنتوا تحلمون بالشيء هذا؟ والله ما نحلم به، حرام. والله يحييكم في وجودكم. طول عمرك. جاهز يا أبو سالم للمشاركة؟ كان حييت جاهز كان مت. ها يا رجال إن شاء الله حل. قرب المقرهون منك بس ما تبعد. جاهز بس. جاهز إن شاء الله بإذن الله. طيب عظيم مواصفة الساحلية الأساسية اللي مثل الساحلية طول الروح. شوف إيه عريضة. 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 قرب المقرهون منك لا تروحي. عريضة تمام. وعريضة وصدرها واسع. أي طيب. ورقبتها منها من عند المذبح واسع. جليلة. جليلة. وفوق في من النحت شوية. من تحت جردة رقبتها شوي. جردة رقبتها من تحت الرأس. والرأس. والرأس وسط. 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 والسلام وين هو فيه؟ السلام لهم متأخر ولهم متقدم. متوسط. متوسط.
ورجيلها والخف. ها الخف ما اعرف. ها خف كبير قصدك؟ كبير. طيب ايوه. ورجيلها فجحة ولا؟ لا رجولها سكبة. سكبة سكبة. حلو. وبعدين تجي على عرقوبة من تحت العصبة متين شوية. عريض عريض. احسنت. ايوه والله. طيب يا ابو سالم من ترشح للتحكيم؟ والله احلى مال الرجال الشيخ مسافر. الشيخ؟ الشيخ مسافر. ايه. وانا كان بيطاوعني. عطنا اسمه كامل. ما نعرف مسافر. ما نعرف مسافر علي المجنوني. ايه قرب قرب من المقرومة. مسافر علي المجنوني. وين هو فيه؟ هو فشفة أشعبة. هو صاحب نظر. صاحب نظر. وذمة. وذمة. ورعبل. ورعبل. استاهل. مرة ولا نقول في حق الله خير. أحسنت. غيره. وسلامتك. سلمت. والله يا ابن الحلال الناس نعم لكن ما نعرف الصاحب من الداحي. هذا الرجال له نظرة فلد. ايوه والله. أحسنت أحسنت يا أبو سالم. وين نعطيه يا أبو؟ نعطيك هنا. هات هات. هذا الرجال له نظرة فلد. أيوه. تفضل تفضل. بس ترى الوقت مختصر كلنا يحكي. بالنسبة للشيخ مسافر بن علي المجنوني الحقيقة خبير. استاهل. ومن أقدم ملاك الإبل. الشيخ مسافر علي المجنوني. إيه نعم. من أقدم ملاك الإبل. إيه. وهو في قرية الخضرة يسموها ولا كان أول يطلقوا عليها قرية المجانين. إيه نعم. الآن أطلق عليها الأمير خالد مسمى قرية الخضرة. القرية الخضراء أو أحسن. قرية الخضرة. استاهل. وهو خبير واحنا الحقيقة أكثر مشترياتنا عن طريقه. استاهل. لمعرفته واحنا نأيد أن يكون مع الإخوان. أحسنت أحسنت أحسنت. عطنا الربع. عطنا الاسم طال عمرك. قرب المقرهم بس ما نحاك ما نحاك رجع لا يبعد المقرهم منه. شاكر عبد الله الشهري. ونعم يا شاكر. ونعم عليك الزود. بصدور طبعا جيتنا وهالبرنامج بمناسبة صدور القرار الشيخ فهد بن عثلين الملاك الإبل السواحل. وش تقول بهالمناسبة؟ نقول مشكورة على كل حال وموافقته وعلى أنه يضم جميع أهل الإبل في المسابقة. نعم. في هذه. ونتمنى له التوفيق إن شاء الله ونشكر ولا تأمل. الله يحفظك. محمد عبد الله الغاوي الشهري. ونعم. حياكم الله. الله يحييك. أولا نشكركم جزيل الشكر وعظيم الامتنان وأيضا نتقدم في هذه الساحة المباركة. نعم. وأمام ملاك الإبر الله يحفظهم ويوفقهم لما يحب ويرضى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمير محمد. والشكر أيضا موصول للشيخ فهد بن حثلين صاحب هذا الباع الطويل واللي اتخذ هذا القرار الحاسم والمفيد جدا لمنطقة كبيرة من المملكة العربية السعودية. والحمد لله سبحانه وتعالى هذه كل أركان المملكة العربية السعودية دحين نراها قوة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا هو التوحيد. تبوك يعانق الجنوب والشرق يعانق الغرب وهذه قيمة بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. أصحاب الإبل في هذا الساحل الغربي من بدايته حتى نهايته سعداء بهذا المشاركة. نعم. وهذا الأشياء الإيجابية. وأيضا هنا عند ملاك الإبل في منطقة الساحلية تبارك الله ما شاء الله كل مواصفات الجيدة. نعم. نحن من الهواة دائما ونحن بحضرة الشيخ عاطف إن شاء الله يطول عمره ومن يسمع عمره. حبينا السعادة وحبينا الرضا. نسأل الله أن يوفقكم وحيكم الحبة والرضا. أحسنت شكرا لك. محمد سعيد هيازع الشهري. ونعم يا محمد. نعم حالك. اولا في البدايه طال عمرك نشكر الله سبحانه وتعالى ونقدم شكرنا اولا للملك سلمان وولي عهده الامين وعلى الشيخ ابن حثلين على هذه اللفته الطيبه في متابعه الابل وتقييمها. احسنت. على الوجه الاكمل في المنطقه الساحليه. احسنت. ونسال الله ان يديم علينا نعمه الامن والامان في ظل حكومه مولاي خادم الحرمين وولي عهده الامين. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محسن بن قحطان الشهري. أولا أشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. والشكر موصول إلى الشيخ فهد بن حثلين على إنشاء هذا النادي من منطقة تبوك إلى جيزان. وهذا ما هو مستغرب عليهم الله يحفظهم. إحنا نتمنى لملاك الإبل في منطقة الساحل كل خير ونتمنى لهم الفوز بالجوائز إن شاء الله في حالة المسابقة إن شاء الله. هذا ما نتمناه والله يحفظ الجميع. أخوكم الشيخ محمد بن سلطان البارقي. نعم يا محمد. أولا حييكم في دار الشيخ عاطف ودار الشيخ عاطف دائم مفتوح. الرجل هذا وفقه الله
الله يوفقنا وياه. وسوى هذا الإبل معه، ونسأل الله يجعله من الناجحين والفائزين لكرمه وخوته للمسلمين عامة. احنا في نعمة ما يعلمها الا من اعطانا، في نعمة ونعيم في ظل الله سبحانه وتعالى، ثم خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الامين، نرجو الله الذي لا غيره لا سواه ان الله يديم علينا امننا واماننا ونعمتنا اللي احنا فيها، وينصر جنودنا في الجنوب ويجعلهم حماة للوطن ومستمعين ومنفذين للأوامر. أما الشيخ راعي هذا الاقتراح أو هذه الفكرة، نسأل الله أن يوفقه. الشيخ فهد طبعاً. الشيخ فهد، إن الله يوفقه ويرزقه ويحقق آماله. هو حد واحد من ملاك الإبل، وهذا شيء يشرح الخاطر للمواطن حد من يسمع به. وبيض الله وجه من جاب الفكرة هذه في ظل الملك، ملك الخير وملك العطاء اللي يده ما تمل من العطاء دائما للمواطن وغيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أولا نشكركم على هذه الزيارة، وهذه الزيارة الحقيقة تشرف المنطقة الغربية الساحل، لكن نحلم بمثل هذا الوفد أن يصل إلى هذه المنطقة لأنها منسية، ولم نسمع عنها يوما من الأيام أنهم مشاركين في مسابقات الإبل الذي له وقت طويل من بدايته. كما أننا في الحقيقة فرحانين بهذا القرار الذي صدر من الشيخ فهد بن حتلين على أن تشارك المنطقة الساحلية بما لديهم من الإبل، حيث أنهم تختزن المنطقة كثيرا من أصحاب الإبل لهم فترة طويلة وهم يشتغلون في هذه المهنة. لهذا نشكر أولا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما قدموا لهذا المواطنين من الخدمات. حقيقة أولا نرحب بكم في هذا الموقع الجميل إن شاء الله في ضيافة الشيخ عاطف بن شاكر مالك الإبل هنا، ونرحب بهذا القرار الجديد الذي صدر من قبل الشيخ فهد بن حتلين في نادي الإبل، وهذه خطوة طيبة وجيدة إن شاء الله تنفع بها المنطقة وملاك الإبل في هذه المنطقة العزيزة علينا. فنرحب بكم ونتمنى إن شاء الله لملاك إبل في هذه المنطقة المشاركة الفعالة إن شاء الله في هذا النادي الجميل في قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين محمد بن سلمان. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعطني في جنبك وراك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نرحب بضيوفنا الصوت ما في هذا اليوم، ونقول لكم أهلا وسهلا، وهذه فرصة عزيزة علينا جميعا وغالية علينا جميعا. نشكر الشيخ فهد بن حتلين على اتخاذ هذا القرار، وهذا القرار قرار صائب وجميل، فندعو الله العلي القدير أن يوفقهم جميعا وأن يوفق المشاركين بالفوز في هذه المسابقات. كما نشكر حكومتنا الرشيدة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين على إتاحة الفرصة للمواطن وإعطائه فرصة في المسابقة في مثل هذه المسابقات، ومتمنيا لهم التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله صديق محمد الشهري. أيوة نعم يا صديق. أول شيء نرحب بكم يا أبو سيف. تسلم. مرحبا ألوف أنت وزملائك. أول عمرك يسلم. وفي مكان الشيخ عاطف صاحب الإبل بن شاكر الشهري، ونشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين على إتاحة هذه الفرص للملاك الإبل، ونشكر الأستاذ فهد بن حتلين على على إرسالها قنواتكم على قرار طبعا احتياجات الناس وكذا.
وهذا القرار اللي أصدره. نعم. ونتمنى لكم التوفيق، وإحنا صراحة من عشاق الإبل. أحسنت. أبويا وجدي كانوا عندهم إبل. أحسنت. وإحنا من عشاق الإبل حقيقة. لا إن شاء الله تشريب. وإن شاء الله أننا نرفق بالأخوان وبالشيخ وبالجماعة اللي هنا بالإبل إن شاء الله. أحسنت أحسنت. ونحب الإبل صراحة ونعشقها يعني. طول عمرك. وأخيرا الله يحييكم، مرحبا ألوف. تسلم. ونتمنى لكم التوفيق والسداد إن شاء الله. أحسنت. الاسم سالم علي جعفر الحربي من ملاك الإبل. حي الله اللجنة وحي الله من قام عليها وولاية الأمر، ونشكرهم شكر جزيل. والحقيقة هذا الشيء اللي نفتخر فيه، وهذا مواصلتنا بغيرنا، فنشكر الله ونحمده. يا سالم خليني أنا أوضح لكم، خليني أوضح لكم. القرار صادر من الشيخ فهد بن حذلين رئيس نادي الإبل لكم، والفرحة فرحتكم. والفرحة فرحتنا نعم، ونشكر الشيخ فهد بن حذلين، وهذا قرار يسر للجميع، وأسأل الله التوفيق. حياكم الله الماشيين ومنفذين في الأمر، وشكرا لكم. جاهز المشاركة يا سالم؟ ما فيها شك. وش بتشارك فيه؟ عندي مهجن وعندي حم. سلامتكم. لا أنت أعطيني المقرون. عطنا الاسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك ابن الشيخ عاطف بن شاكر عبد الله. ونعم. أول شيء نرحب فيكم بجيتكم هذه. طول عمرك ويسلم. الله يسلمك. والله إننا فرحانين بقرار الشيخ فهد بن حثليل، ونشكره على النادي هذا وعلى القرار الجميل هذا. أحسنت. وسلامتكم. سلمت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحمد بن معيض بن حامد القرني. أيوة نعم. ونعم حالك. أيوة. نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر ولاة أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهدي الأمير محمد بن سلمان، ونشكر أيضا للشكر موصول إلى الشيخ فهد بن حثلين على اتخاذ هذه القرار لملاك الأبل في المنطقة الساحلية، ونحييكم جميعا بضيافة الشيخ عاطف بن شاكر ومن ملاك الأبل في المنطقة الساحلية، ونقول لكم حياكم الله جميعا. الله يبارك فيك. مرحبا في ضيافة الشيخ عاطف بن شاكر. هذا ما نقول من عندنا. سلامتك. شكرا لك. الله يطول عمرك. اول شيء الله يحييكم. عطنا الاسم. عبد الرحمن بن عزيز الشهري. ايوه نعم يا عبد الرحمن. الله يحييكم باسم الشيخ عاطف وجماعته. تسلم. شيخ الجميع. ونشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الامين، ونشكر الشيخ فهد بن حثلين على هذا الدعم منه والقرار الصائب والذي ما هو مستغرب منه ولا من ولاة الأمر. والله يحييكم جميع عند من حيابكم. تسلم. مغرم بن خلوفة صالح الخثيمي الشهري. أيوة نعم. أول شيء فنشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ونشكر فهد بن حثلين على هذا القرار الجميل الذي أصدره لأهل الإبل في المنطقة الساحلية من جدة إلى جازان. أحسنت. ونرحب بكم عند شيخ عاطب بن شاكر اللي ما يخلع مجلسه من الضيوف. كفو. فالله يحييكم جميع ومرحبا ألف. تسلم. وسلامتكم. سلم. جزاكم الله بالخير جميعا. يا مرحبا ومسهلا. يا مرحبا يا أبو علي محمد بن علي بن إسحاق اليامي. يا مرحبا ومسهلا. مرحبا باقي. قرب الميكروفون بس منك. يلا حيا. الله يحييك يا ابو علي. الله يبقيك ويسلمك. طبعا هناك فرحه لاهل الساحل، وانت من ضمنهم الملاك الابل السواحل، وطبعا احنا جينا ننقل تهانيكم وفرحتكم اللي طبعا ما توصف في هالساحل الغربي والجنوبي والشمالي. فوش تقول بهالمناسبه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نشكر خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين والشيخ فهد بن فلاحة الحثلين مدير النادي على ما قاموا به وتفضلوا به على الإبل السواحل وأهل الساحل وكل حكومتنا خير وبركة. و ابن حثلين بيض الله وجهه لمنا مع أخواننا في هذا الصرح العظيم،
وحنا وأهل الإبل السواحل من ضمن الشعب السعودي، ولنا الحق والحمد لله رب العالمين أعطينا هذا الهدية المباركة، وإن شاء الله نحن نكون عند حسن الظن ونشارك مع أخواننا ونتقابل حن وياهم على خير. وأشكر القناة تسلم على رأسها مبارك بن سيف طول عمرك ويسلمك يا ابو وحمد بن حسين اليامي، وكلهم خير وبركة عملوا العمل. وكذلك نشكر الأخ فوزان الماضي على ما نقلوه من هذه المنطقة ومن الإبل السواحل، وتكلل بالنجاح أتعابهم ونشكرهم ويستاهلون العلم الطيب. سهل الطيب. أبو علي من الجاهزين عندكم في الساحل؟ اللي جاهزين للمشاركة. الحمد لله رب العالمين من يوم جيتونا والعلم الطيب موجود. الحمد لله. أول وتالي. وأهل السواحل جاهزين. تقدر تعد لنا رموز الجاهزة؟ والله حتى اللي ما هو بجاهز احنا مستعدين نخليه يجهز. احسنت. لا احنا نبغى اللي جاهزين. اللي جاهزين ما نبغى نكلف احد. كل الملاك بالسواحل من جيها انت وسأل انت قال انا حاضر. حاضر. جاهز نعم. طيب يا ابو علي انت طبعا تعتبرنا للساحل، نبغى مواصفات الساحلية الأساسية. والله مواصفات الإبل الساحلية اللون. اللون هذا حلو. تميز به اللي هو اللون الأحمر. اللون الأحمر. ولدهم. طيب. الرأس متوسط. إيه. متوسط. متوسط. العرنون يعني في المقبول. السبال ما فيه سبال. ما فيه سبال. الأذن مهم مفهوقة. مركوزة ولا هي بطويلة. ولا هي بطويلة. الرقبة متوسط. الرأس كبير ولا وسط؟ وسط. وسط. نعم. الرقبة اللي هو الخد وسط. ايه بس انها طويل حليحها طويل. الله الله. طيب الرقبة متوسطة وعريضة. عريضة من عند من مظهرها. نعم. طيب والنسنوس مرتفع. بالنسبة للغارب برضه وسط. طيب. والسنام متوسط. متوسط. حلو. طيب يا ابو علي من اللي ترشحون في اللجان مثلا؟ هناك ناس رموز تعرفونهم هالنظر وهالذمة بيجون في التحكيم. والله بالنسبة أنا أرشح عن نفسي علي بن سالم الربعي. علي إيه؟ نعم. علي الشاب ولا الشايب؟ الشايب. الشايب إيه طيب. نعم. وأرشح الأخ والعم مهدري برضه بن نعم. سالم أخيه. نعم. لهم خبرة. هذول مشاركين يا أبو علي. حتى ولهم مشاركين هلبل. طيب. ويستاهلون هم اللي بيقدرون ينصفون حق الساحل في السواحل. غيرهم ما انا ما اقدر الا على الاثنين ذولا. ايوه غيرهم الله اعلم. طيب يا ابو علي انت جاهز للمشاركه؟ نعم جاهز. احسنت. بيض الله. متوكلين على الله. احسن لها لها انت لها. وحق ما بنسويه للي سويتوه. والما سواه الشيخ فهد بن فلاح. يستاهل ابو سلمان. يستاهل. وبيض الله وجيهكم ووجهه. ووجهك. ختاماً عندك مفتوح المجال لك. ختاماً أكرر الترحيب الحقيقة بالجميع. تسلم. وبكم أنتم أخوي مبارك أبو سيف والأخ حسن أبو حسن اليامي، ونكرر الدعاء لولاة أمرنا بأن الله يحفظهم ويديم عليهم نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. الحقيقة كان لكم دور يا أخ أبو سيف في إيصال فكرة السواحل وابن الساحل من المنطقة الغربية من جيزان إلى حدود مكة المكرمة، فلكم منا جميعا الشكر والتقدير، واجعل ذلك في ميزان حسناتكم لإيصالكم فكرة إشراك ابن السواحل في المنطقة أو في الساحل الغربي. شكرا للجميع على الحضور والمشاركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة. أسلام. شكرا لكم مرة شكراً. أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى هنا وصلنا مشاهدينا وياكم إلى نهاية هالحلقة من مراتع الإبل في
ضواحي القنفذة وفي مجلس أخونا الشيخ عاطف بن شاكر الشهري وضيوفه وإخوانه وربعه وملاك الإبل طبعا. وإن شاء الله وعدنا وياكم إن شاء الله في الصياهد في جاية الملك عبد العزيز.